شوط سلبي وحذر من الفريقين وتعادل بدون أهداف بين الأهلي والزمالك. ده ملخص الشوط الأول. شفنا الفرقتين في تحفظ في البداية، حتى عدد الفرص اللي جت على المرميين قليلة جدا، والإحساس اللي يجي لك إن الفرقتين راضيين لحد دلوقتي بالتعادل. جه جول أهلا وسهلا، ما جاش جول التعادل مش وحش. ده الملخص بتاع الشوط الأول. هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع ضيوفنا الكبار عن أحداث الشوط الأول والرؤية الفنية للفرقتين. أرجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شفنا الشوط الأولاني تحس إن فيه تخوف من الفرقتين، يعني الفرقتين جبت جول ماشي، ما جبتش جول والنتيجة 0-0 مش وحش. بص يا كابتن أيمن، الحقيقة احنا اتكلمنا قبل الماتش كل اللي اتكلمنا طلع مظبوط. الحقيقة العمق بتاع نادي الزمالك انت تقدر تستغله، تقدر تخترق من الحتة دي. الزمالك بيحاول يعمل أكتر عدد هجومي، انت تقدر تعمل بكونتر أتاك بسرعات اللي عندك، إذا كان طاهر أو الشحات أو محمد شريف، وجالك الأربع خمس فرص الهجوم. أنا بحسبهم أربعة خمسة مش فرصة الشحات بس. أنا حاسس إن أنا دخلت خط 18 أكتر من زمالك دخل خط 18 بتاعي. بس الفرص المؤكدة هتلاقيها واحدة ولا اتنين. شيكابالا الدخول اللي هو إحنا قلنا عليه في العمق، والشوطة اتردت لبن شرقي الحقيقة حطها ضعيفة جدا. يعني الشناوي طبعا عمل كان مميز لقطة المباراة لحد دلوقتي، إنه ثلاث مرات بيصد الكرة. تحس إن اللعيبة راضية بهذا الوضع، تحس انهم عايزين يخطفوا بعض. أيوة. لو قدر اي فرقه فينهم تجيب جول اهلا وسهلا. ما كانش انا ما اتعورش النهارده او اخرج مهزوم او اي حاجه بالنسبه للحاله المعنويه. في تحفظ كبير قوي شايفينه من الفرقتين. فهل الشوط الثاني الخطوط هتفتح، الجهاز الفني هيتدخل، الضغط هيبقى ازيد من النادي الاهلي على نادي الزمالك، نادي الزمالك يبقى فيه تحرر اكتر؟ ده اللي هنشوفه باذن الله في ال 45 دقيقه الجايه باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، رؤيه سريعه لاحداث الشوط الاول، وهل هنشوف نفس الاسلوب دوت الشوط الثاني والتحفظ ده؟ هنلاقي الشوط الثاني والاثنين يقول لك راضيين بالتعادل في الاخر؟ طيب لو هو لو 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 الزمالك راضي انت ما ترضاش، انت تلعب على مكسب، انت عايز تكسب وانت عندك يعني الافضليه. لكن هو النهارده دايما المستوى متوسط. الفرقتين عاملين حساب بعض كويس قوي. الزمالك عامل حاجه النهارده ممكن قلت حساب له، ان هو ما بيلعبش دفاع متاخر، بيلعب دفاع متقدم قوي. فالمساحه المساحه كلها بقت قريبه قوي من بعض، فالمساحات بتاع لعيبه النادي الاهلي بقت مش موجوده. عشان كده شفنا بعد فترات لجأت تلعب للكور الطويله لبعض الفترات، يعني ما فيش الكره على الارض وبسرعه ولمسه ولمسه، لا دي مش موجوده. لكن هو الاثنين متحفظين قوي، الاثنين مذاكرين بعض كويس قوي. عشان كده بقول لك الفرص شحيحه. ايوه، ما الفرص قليله قوي. تحس الفرقتين يعني عارفين عاملين حساب بعض كويس قوي. يعني كل مدير فني استفاد من المباراه اللي هي كانت لسه من شهر، مستر موسيماني وكارترون. لكن لعيبه النادي الاهلي لازم عندهم بقى الشراسه شويه اكتر الهجوميه، لازم هو اللي يطمع. ان النادي الاهلي عنده لو طمع في المباراه هيكسبها. لكن هو الزمالك لحد دلوقتي يقول لك انا لحد الان نتيجه بالنسبه لي كويسه. الفرق الوحيد اللي هيحصل في الشوط الثاني يا ايمن الحاله البدنيه لكل فريق، هو ده الفيصل. صحيح كابتن عادل، الحاله البدنيه لكل فريق الشوط الثاني هتاثر على الاهلي اكتر ولا على الزمالك اكتر؟ هو المفترض الفرقتين القدر بتاع الجري كان واحد في الشوط الاولاني، لان لعبه مفتوح، محدش وقف ورا وعمل هجمه مرتده يعني. لكن المجهود البدني بتاع الفتره اللي فاتت يمكن اكتر ناس هيتعبوا اللي هم الاطراف اللي بيجروا كتير، والتغيير بتاع نادي الزمالك الثلاثه اللي قدام. الحاجه الثانيه المهمه عندك ديانج في النادي الاهلي جري كتير قوي، يمكن اكتر واحد متحمل المسؤوليه في وسط الملعب وتعبان في الجري في نص الملعب. ولكن في الاخر اقدر اقول لك عنوان الشوط بسرعه كده كابتن، عدم التركيز والتحرك، ده مهم قوي. ما فيش تحرك ولا تركيز، عدم تركيز من حسين الشحات في كره الانفراد اللي كده، براعه محمد الشناوي، وعدم تركيز المدافعين في كره شيكابالا اللي تالت ماتش على التوالي يعملها، يخش جوه ويشوط بس براعه الشناوي. ولكن في الاخر اقدر اقول لك الشوط الثاني عنوانه هيبقى الفرصه الاولى، لو جت ممكن النادي الاهلي يكسب كويس يا رب ان شاء الله. كابتن بلال، ايه الاوراق اللي ممكن يستغلها مستر موسيماني في الشوط الثاني؟ شوف الاهلي النهارده كان ممكن يتاح له اكتر من فرصه، يعني برضو الباصات الاخيره، التحركات الاخيره، في اكتر من فرصه من كوره يمكن اتكلمنا عليها وكابتن علي اتكلم عليها، الكوره وكابتن شريف
التحرك بتاع مجدي قفشه في قبل الباص، التحرك بتاع محمد شريف قبل الباص، الربط ده مهم جدا جدا. الربط ده ممكن يصنع اهداف، يصنع فرص حقيقيه. لازم يبقى في ربط فعال، لازم يبقى انت عارف امتى زميلي بيباصي، امتى اتحرك، امتى. يمكن كان في واحده كابتن عادل بيتكلم عليها، اللي انا ببص الاول وعارف انا جنب الخط بتاعت محمد، بتاعت مجدي قفشه جنب الخط، لازم اتحرك وبنا رابط مع الخط نفسه، مع تحرك اللعيب، مع اللاين مان. تمام، لازم ابقى رابط الحاجات دي يا جماعه. فرص، وفرص مهمه جدا 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 تقدر تخلقها في ماتش زي ده. الزمالك زمان كابتن علاء بيعمل حاجه مميزه جدا، هو بيدافع من قدام، فمش مدي فرصه لبن شرقي انه يتعب النهارده، ولا زيزو انه يتعب النهارده. بيدافع من قدام، فبتحرك في 45 متر عشان خاطر يعمل حسابه ان في شوط ثاني هيبقى شوط مهم جدا بالنسبه للفريقين. مين اللي هيفضل موجود عنده المخزون البدني للشوط الثاني عشان يقدر يخلص بيه المباراه؟ هي مباراه الفرصه الوحيده زي ما قلنا، يمكن اتيحت فرصه او فرصتين للنادي الاهلي. الدكه بره ممكن يلجا له مستر شوف مسمع. هو طبعا يعني انت عندك في صلاح محسن، في مروان محسن، النادي الاهلي بيلعب على المكسب، عشان كده انا بتكلم في النقطه اللي في الحته اللي قدام. في صلاح محسن، في مروان محسن، في وليد. في وليد طبعا، وليد متحرر. الماتشات اللي زي دي عايزه لعيبه متحرره ومتحركه، عايزه لعيبه عندها سرعات. السبرنت اللي هي في اول 3 4 متر بيفرقوا كتير جدا جدا جدا. هرجع اقول مره ثانيه برده، المفترض ان السوليه يبقى له دور هجومي شويه عن كده. انا النهارده عندي لعيب مريحني جدا، ديانج مريحني في الحته الدفاعيه، بيضغط، بيتحرك يمين، بيتحرك شمال، بيتحرك عرضي، بيتحرك طولي. لازم انا وانا بلعب جنبه استفيد من الحته دي، لازم يكون ليا تواجد في الحته اللي قدام. باذن الله رب العالمين، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في الشوط الثاني بتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.